هل من السنة السلام بالأحضان ثلاث مرات؟ لا والله، لا ثلاثة ولا اثنين، احنا في سنة العادة دي نبطلها إلا إذا كان هناك مثلا يعني آتي من بعيد، أو كانت هناك أو كان هناك المغيب أو ما إلى ذلك، يمكن الالتزام. وعند الالتزام مش شرط ثلاث مرات، ممكن مرة واحدة، ممكن مرتين. بس دلوقتي عشان يكون الأخ أخ بقى، لابد يكون كم مرة؟ ثلاث مرات. سبحان الله. قال بقى السنة يبدأ باليمين بقى، واليمين بقى يا ترى يمين ولا يمين؟ أني دي على قولين،